مصر، من زاير، من فلسطين، من تونس، والزيد الفلاحة اللي جيوا من تونس. بخير مسكن ومرحبا بكم، وشكرا للوفود من خارج تونس اللي حضر معنا اليوم. وكيف كيف تحية خالصة لكل الفلاحين والفلاحات اللي جونا من مختلف جهات تونس، من باجة، من جابس، من مدنين، من جبلي، ومن بلايص أخرى كيف كيف. شكرا لكم لأنكم حاضرين معنا اليوم في علاقة تأفيف النشاط هذايا. تحية لرفيق سايكا في المغرب، تفاعلا مع حسام الخير. الملتقى هذايا اليوم اللي يجمعنا اليوم حول السيدة الغذائية هو عنده طابع إقليمي، يجمع ناس من شمال إفريقيا وعن ضيف من فلسطين ومن البلدان. حابين نرحبوا بكم في البداية. الموضوع اللي نحكيه عليه هو السيدة الغذائية عنده علاقة كبيرة بالمنطقة الجغرافية اللي متواجد فيها الشعب، المناخ اللي فيها، طبيعة العيش، طبيعة المدة في، يعني كيفاش نستعيش، كيفاش تاكل، إشكالية الغذاء قاعدين نلاحظوا اللي هي حتى على المستوى الوعي اليومي عند الناس. الناس قاعدة تتسائل منين قاعدة تجي الماكلة بتاعنا، نحبوا نستهلك تونسي ياسر، فما دويات يظهر لي الناس الكل لاحظت اللي في تونس فما موجة من التساؤل حول إشكاليات الغذاء. اتحاد الجامعة للزراعة مؤسسة فلسطينية تأسست عام 1986. هذه المؤسسة هي مؤسسة أهلية غير حكومية. المؤسسة مرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية. من وقت تأسيسها كان عملها تطوعي من مجموعة من المهندسين الزراعيين، وتطور عملها للحفاظ على الأراضي الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة اللي هي المناطق المحتلة عام 67. I will explain why I couldn't resist the invitation from North Africa. I am the general coordinator of one of the biggest network in Africa called the Alliance for Food Sovereignty in Africa. Why did we call ourselves the Alliance for Food Sovereignty in Africa? استمتعنا على ذمتكم. إذا كان ثم معناها دعوات أو طلبات باش نأثوا لقاءات حوارية مع الفلاحة ومع المعنيين بالمسألة هذه، احنا راهو معناها نجم يكون كان شرف هذايا، وعلى ذمتكم وشكرا لك على المتابعة مرة أخرى. نضال. أنا حبيت نرجع يعني فكرة صغيرة معناها من منطلق الفيديو اللي عرضته مروة، إنه كيفاش الفلاح يعني كيف تقول له البذور مثلا هذيك متاع قبل عمران او سمينه واحد وكل شيء كانت تحب لها نهار ولا قداش باش تتحمس، الاخرى تشد اقل نهار. الفلاح هوني زاد فهمتني، راهو حتى هو بيدو عنده معناها في مخه فهمتني، يقول لك هذه باش تربحني نهار ننتج فيها اكثر ونبيع اكثر ونربح اكثر فهمتني. دونك قياسا على هذا وفي برشا حاجات اخرين وفي برشا ميادين اخرين في الفلاحه، الفلاح بيدو فهمتني ثم حاجات هو انيا على المستوى القريب معناها مستنفع منهم راهو من النظام هذايا فهمتني، سينو راهو ثار عليه معناها وفسخه، لكن ثم حاجات ديما تشدوا معناها فهمتني، انه ثم استنفاع اني ثم معناها فهمتني حاجه تصبروا الغدوه تصبروا بعد غدوه فهمتني. هوني احنا مهمتنا انه مع الفلاحه ومع المزارعين خاصه الصغار والمتوسطين اللي احنا نشوفوا فيهم مضطهدين معناها فهمتني، انهم هما بيدهم زاد يشوفوا رواحهم مضطهدين بنفس الطريقه ونفس الوعي فهمتني يكون مشترك ما بيناتنا وما بيناتهم فهمتني، سينو ما نجموش نقدموا مع بعضنا. الفلاح لازم يكون بروفيسيونال، خدمته باينه معروفه في فلاحته. نحن قارين جيستيون، قارين لاغرونومي، قارين سيونس، وقارين جيستيون دي ستوك، وقارين الكوردابار، وقارين نحن هو في ذمتهم، هاك النقص في العالم الثالث. نحن ولاد الفلاح ما عندنا كيما الجامعة ما عندهاش حتى كونكسيون مع الفلاح، كيما الفلاح ولد الفلاح ما عندوش كونكسيون مع الفلاحة نتاعها، وبالعكس كيفاش ولدي قرا باش يخدم في الفلاحة بعبور، مش معقول. لأمريكا اللاتين اللي هي معناها سباقة في تحقيق الإصلاح الزراعي، وين اليوم؟ أنا كنت نحبذ اليوم واحد من أمريكا اللاتين أنجزوا الإصلاح الزراعي ويجي يقرينا.
والتضحيات اللي قدموها وغيرهم. هذه بدي بلاش وحييكم وسامحوني كان طولت. اي يلزم نتواجدوا كل الصراعات تاعنا نواجهوا صراعاتنا ضد العصابات الاجراميه وضد النيوليبراليه. So it's not to say that we are exactly the same. I respect and I acknowledge all the different history and struggles, but I want to say that we have in common. شبكات مالوريزمون الفلاحه في تونس شكون جاب؟ اتحاد فلاحين اللي هو متسيس مع عهد من العهد القديم ومتسيس في العهد التو من اللي كان مع جماعه بن علي اللي توا مع جماعه اليمين الليبرالي اللي ماهوش باش يحلوا مشاكلهم ولا نحكيو على اي اتحاد. دونك يلزم هكذا نرجعوا في اطار جمعيات اما بمنطقه تيماتيك ولا بمنطقه تريتوريال، معنا اما نجيو مثلا لكل فلاح بنوعيه من الاشكاليات اللي تهم مثلا نقولوا الزيتين او مشكل الزيتين ونجيو كل فلاح اللي يتعالجوا او مشكل مثلا تربيه الماشي وهكا نولوا يرتقي التشفيك هذايا الى وحده الى 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 هيكل وطني وقتها نجموا نتحركوا. القوه اللي حكى علينا حكى عليها صديقنا من اثيوبيا ويحكي على الافريقي، الافريقي اللي يحبوا يعتبروها كانها منطقه معناها خصبه للمنظومه. القوه اللي جبها ماش من التشبيك ومن وحده العمل المدني في كل قطاعات، هذه لازم نعملوها لتونس وهذه هكا نولوا بالحق عندنا، لان التحدي كبير وكبير جدا، ماهوش هين باش في مجرد خطاب ولا لمه ولا قاعده ولا دراسه يتحل، لا اذا ما عندكش تواصل فعلي مع الفلاح من ابسط البسيط في كل قطاعاته وتحسوا اللي راهو ها هو التمشي الصحيح والاتجاه الصحيح اللي لصالحك واللي عنده مردوديه دائمه واللي ما تكونش مدينه، لان الفلاح راهو مخنوق لهنا، اما من الجانب المالي لانه حتى كي يهبط سلعته ويهبط المنتوج نتاعه مباشره في 70-80% مش حكيها للبنوك اللي مولاته، لانه الفلاح زاد مربوط بسياسات دوله كما كنا نحكوا ثم كود انفستيسمون فما 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 هذه ما نجموش نعالجوها الا بهزه حقيقيه نطمحوا لها نقولوا بعد سنوات، ولكن هذه حتى ما علينا مسألة التنظيم، إذا ما تمر إلا بعبر تنظيم قاعدي تخلي الفلاحة صغار ومتوسطين فلاحة قوة حقيقية قادرة تغير السياسات. على سلامتكم يا جماعة. اسمي ياسر، أنا فنان تشكيلي وأيضا فنان موسيقي، وأمنيتي أني نكون نهار فلاح، لأنه حسب رأيي أجمل قصيدة أو أجمل أغنية ورواية نجم يكتبها فنان هو أنه يكون متناغم مع الطبيعة اللي احنا فيها. الشيء هذا أكيد جبته من ماضي قديم، من صغري، يعني عديت صغري في مدينة تشبه الجنة، مدينة صغيرة اسمها شط السلام يحكوا عليها جماعة الكل، فأكيد تغرس في الشيء هذاك، يعني كنا عايشين في وسط الغابة، في وسط وكان البحر بحضنا، فكنا في تناغم كبير مع الطبيعة. حسب رأيي هذيك قمة الحكمة بالنسبة لي، وهذه برشا شعوب قديمة وصلوا أنهم يتعايشوا مع الطبيعة وينجموا يكونوا في وسط المساق نتاعها والسيك نتاعها. ثم لوبيات اليوم قاعدة تطفي على الناس. نعم وثبتنا برأينا وبحقنا. عار علينا في تونس باش نستوردوا التبن ونستوردوا القرد. تمشي فور. قرارك من راسك لازم خبزتك تكون من فاسك. هذه ناس لا ديديتي نتاعنا لازم نحافظوا عليها. مخطط الدولة هي بيدها مسكرة على صغار الفلاحين لأنهم يزيدوا حتى تغريدهم. إذا كان كنت خبير تطرح السؤال مريني فلاحة شبوك. أنا كنعرف إلا كان شي مشروع اللي باش نقولوا لنا مشاريع الكبرى ولا يبداو يكذبوا علينا ما يكذبوش علينا، وكنحملوا المسؤولية للممولين الأجنبيين اللي عطاو التمويل لمشاريع ما جاوش باش يقربوا باش يشوفوا أشنو كاين الدار.